السلام عليكم. في الفيديو ده انا هتكلم فيه عن اقوى عقاب ممكن تعاقب بيه شخص سبب لك اذى او جرحك في اي علاقة، سواء كان علاقة عاطفية او علاقة صداقة، وانت كنت بجد بتحب الشخص ده بجد وبتقدم له كتير بجد، وفي الاخر الشخص ده تسبب في اذى وجرح ليك. هتلاقي فيديوهات كتيرة موجودة على النت، تقريبا غالبا بتبقى تخاطب البنات، وانا مش بحبش اتكلم بالطريقة دي، لان انا مؤمنة ايمان كامل ان كان في طرف اتأذى. ممكن الطرف دوت يكون راجل او ممكن يكون ست، يعني زي ما في راجل كويس وفي راجل وحش، كمان في ست كويسة وفي ست مش كويسة. فانا لما عملت القناه كان الهدف منها ان انت تعمل حاجه قيمه تساعد بيها اي انسان بطريقه حياديه، بتخاطب مشاعر البني ادم، انك تخلي حياتك افضل، او معلومه تساعدك في ان انت تتطور. ما بنكلمش مثلا فئه معينه بنات او رجاله. المهم لو انت في علاقه سواء كانت عاطفيه، شخص سبب لك اذى والم وانجرحت في العلاقه دي قوي، او في علاقة صداقة ايا كان، وانت كنت بتدي في العلاقة دي كتير من غير وعي ومن غير حساب، والشخص ده ممكن يكون مثلا اذاك في حياتك او سبب لك ضرر، ممكن يكون وصل لضرر مادي مثلا في شغلك، كنت صحابه وعرف حاجات عنك فاذاك، او مثلا حصل معرفة وانضحك عليك في فلوس. اي علاقة، ايه اقوى عقاب ممكن تعاقبه لشخص سبب لك اذى؟ لازم تكون فاهمين حاجة، ان الحب والكره مشاعر، وان الحب والكره اهتمام، وان كمان الحب والكره اللي بيفصل ما بينهم شعرة. طول ما انت عايز تثبت للشخص ده ان انت كويس من غيره، يبقى معناها ان انت مهتم بيه، ان انت تقدر تنجح، وان هو خسر كتير لما سابك وبعد عنك، ده معناها برضو ان انت مهتم بيه، ان انت عايز يحصل له حاجة نتيجة اللي هو عمله في حياتك او التأثير السلبي، ده معناها برضو ان انت مهتم بيه. امال ايه بجد العقاب اللي ممكن تعاقبه له بجد ويكون حقيقي؟ انك تتعامل معاه على اساس ان هو شخص عادي، ترجعه لمكانه الطبيعي، انه يتصل بيك ويكلمك عادي، انه ما يتصلش بيك ويسأل عليك عادي، انه يكون سعيد في حياته عادي، ان يكون عنده مشاكل وصحوبات برضو يبقى بالنسبة لك عادي. كل حاجة فيه يعملها او تصدر منه يبقى طالعة منه بالنسبة لك انت تكون عادي، انك تحايد مشاعرك اتجاه الشخص ده، هو ده العقاب الحقيقي فعلا بجد. انك تكون قوي جدا لما تسمع حد بيتكلم عليك في ظهرك، وانت ترجع تداري وشك وتبتسم له وتتكلم معاه كويس، وانت عارف ان هو بيتكلم عليك في ظهرك، دي منتهى القوة بجد. لما ترجع اي انسان لمكانه الطبيعي وتبدا تحايد مشاعرك اتجاهه، لا يفرق معاك في اي حاجه، هو ده اقوى عقاب بجد ممكن تعاقبه له. اما انك تقول بكرهه، طب انا هنجح، طب هثبت له، ده اهتمام في حد ذاته. لازم تتعامل معاه ان انت تحطه في وضعه العادي جدا، زيه زي اي حد غريب عنك. انا عارفه ان ده بيبقى صعب، وكتير ممكن يبقى صعب في الاول، بس محتاجين ان احنا نبدأ نتعود ان احنا نلم جراحنا بنفسنا، ان احنا نكون عندنا ثقة في نفسنا اكتر، وان احنا نستاهل ان احنا نتحب، نؤمن بده، وان احنا نستاهل ان احنا يكون في حياتنا ناس كويسين. لان انا عارفة في مشاكل حصلت في التربية تراكمية موجودة في العقل اللاواعي، ان مثلا مش هلاقي حد يحبني تاني، او مش هلاقي حد، او اصل، وتقعد تفكر في حاجات قديمة. حاول بقدر المستطاع انك تعيش اللحظة، الوقت بوقته، انك تعمل حاجات تخليك ان انت تكون اقرب لنفسك اكتر. لازم تكون فاهم حاجة، ان انت كمان غلطت في العلاقة دي. ايه هو غلطك؟ ان انت اديت لشخص قيمة واهمية اكتر من نفسك. انت لما تحب شخص وتديله اهتمام عالي، معناها ان انت غدرت بنفسك وخنتها، لانك عليت شخص على نفسك واديته اهمية اكتر من مدتها لنفسك. وانت المفروض في الحياة شغلتك هي نفسك، احنا جايين الدنيا دي عشان نطور نفسنا ونذكي نفسنا ونتعلم ازاي ان احنا نتطور في حياتنا. فلما انت تلغي وجودك وتلغي نفسك وتبدأ تهتم بشخص اخر وتعليه منك، فانت كمان اخطأت في حق نفسك. ده بالنسبة للعلاقات العاطفية. احيانا في الصداقات مثلا، لو شخص سبب لك اذى ووصل الموضوع لإذاء مادي، قوم وقف وقول قدر الله ما شاء فعل. طالما خسرت فلوس او انضحك عليا في حاجة، اكيد انا عامل حاجة غلط في حياتي ادت لظهور النتيجة دي، اكيد في ذنب انا ارتكبته فادى استحقيت ان انا يحصل معي كده. قوم وكمل شغل وانجح وعوض الخسارة المادية، وارجع تاني حول الشخص ده
لشخص عادي بالنسبة لك، حايده في كل حاجة، كل ما حيدت مشاعرك اتجاهه بقى بالنسبة لك عادي، ده فعلا بجد أقوى عقاب. مش إن أنت تقعد تفكر إزاي تأذيه أو إزاي أعمل أو إزاي أثبت له، لأن ده كله بيدل على اهتمامك بالشخص ده. دي كلها حاجات بتدل إن هو لسه يفرق معاك وإن أنت فارق معاك وجوده في حياتك. يا رب محتوى الفيديو يكون مفيد ليكم وعجبكم، وان انتوا تكونوا تهتموا بانفسكم اكتر، وتحاول بقدر المستطاع انك في اي حاجه تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى عايزك انت تكون فايز واللي قدامك فايز، مش ان انت تيجي على نفسك واللي قدامك طول الوقت هو اللي بيكسب، او انت تكسب واللي قدامك يخسر. لازم تكون انت مستفيد واللي قدامك بيستفيد. وشكرا، يا رب يكون مفيد لكم. لو عجبكم محتوى الفيديو اعملوا لي سبسكرايب ولايك وساعدوا على نشر الفيديو عشان نساعد على نشر الوعي.